نبدأ العربي اليوم من الأراضي الفلسطينية التي تشهد تصعيدا إسرائيليا مستمرا. جنين شيعت اليوم شهداءها وسط حداد عما مدن الضفة الغربية المحتلة. للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. ما بين الحداد على الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وما بين التحذيرات الإسرائيلية من أي تصعيد، كيف هي الصورة من عندك؟ يعني الصورة هي صورة ترقب لدى الجميع في المشهد الفلسطيني. هناك ترقب لما قد تسفر عنه الأسابيع المقبلة، خصوصا أن إسرائيل تحذر أنها قد تشهد تصعيدا كبيرا على ضوء فشل تفاهمات العقبة قبل أسبوعين وعدم وضوح إن كان مؤتمر شرم الشيخ الذي كان من المقرر أن ينعقد خلال الأسبوعين المقبلين سينعقد أم لا، على ضوء تنصل إسرائيل من الاتفاقيات السابقة. ميدانيا هناك حالة غضب واسع انعكست أولا في التشييع الحاشد للشهداء في جنين وفي نابلس وفي الالتزام الكبير بالإضراب في الأراضي الفلسطينية الأخرى، تحديدا في مدن الضفة الغربية حتى المدن البعيدة عن المواجهات الأخيرة. داخل نابلس كان المشهد الأبرز اليوم، كان هناك اعتداء من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية على جنازة الشهداء ومنعتها من الوصول إلى قلب المدينة. هذا التصرف أدى إلى موجة غضب واسعة داخل المدينة، لكن في التشييع الثاني عندما تمكن الأهالي من أخذ جثامين الشهداء إلى منطقة أخرى كانت هناك هتافات تطالب بالوحدة الوطنية وضرورة عدم صدور أي هتاف ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية. التشييع بعد اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية صار أكبر، صار أوسع وانتقل إلى مناطق أخرى جديدة في نابلس. في مقابل هذا الانقسام في مدينة نابلس كانت الصورة في جنين أكثر وحدوية بحسب الصور الواردة من هناك. الزميل عميد شحادي عكس الصورة الوحدوية في جنين وعاد بالتقرير الآتي. قبل التشييع تنقل جثامين الشهداء بسيارات خاصة إلى أمهاتهم لإلقاء نظرة أخيرة، وأمام ثلاجات مستشفى جنين يجلس الآباء لمواساة بعضهم وهم يشاهدون نعشا وراء نعش في ساحة المشفى. لا أبا يسأل لمن النعش، يقولون إن كل الشهداء أولادهم. بدهم يبكوا يعني اللي كل يوم ودع 5 و6 و3 و4 و5 و6 بدهم يبكي، مش أولادنا هذول يعني بدنا نبكي عليهم. شباب زي الورد بتروح كعدي. كان ذلك وداعا خاصا لعائلات الضحايا، أما هذا الحشد في التشييع فهو الوداع العام. جنين كلها تسير في الجنازات، ولا نهاية للحزن هنا، لا نهاية للرصاص الإسرائيلي المسيل للدم والدموع. في المقابر يغطي المقاتلون وجوههم ولا يكشفون إلا عن وحدة السلاح في مخيم جنين. امبارح انا اشتغلت بارود لبنفتح وبارود لبن السرايا مع بعض كلنا ايد واحدة. فاش لما تجيب بكات رصاص دواصل على الكل، لما تجيبوا بكات رصاص نفس الاشي. انا بناموا بدورهم وبناموا بدورنا. تحت التراب دفنت معاول جماعية شهداء من كل الفصائل. لا خلاف تحت التراب ولا مزايدات. يقول المقاتلون في المخيم إن مشوارهم طويل في نقل تجربتهم إلى أماكن أخرى. إلى مخيم جنين يلجأ المطاردون من قوات الاحتلال، ومنه لا يخرجون إلا إلى وجهتهم الأخيرة، مقبرة الشهداء. يقول المقاتلون هنا إن المخيم حاضنة للجميع، لجميع من يريد أن يقاتل. عميد شحادة، العربي، مخيم جنين. رولا، الاحتلال الإسرائيلي استنفر أكثر خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية. قوات الاحتلال عززت من وجودها في مدينة القدس وقرب المستوطنات وقرب جدار الفصل العنصري خشية من عمليات ثأر فلسطينية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من ارتباط الجبهات مع بعضها البعض ويتحدث عن فترة صعبة خلال الأسابيع المقبلة ربما قد تشهد تدهورا أكثر في الأوضاع أو ما سماه انفجار في الأوضاع في الأراضي
الأراضي الفلسطينية قد تشمل قطاع غزة رولا. نعم، شكرا لك أحمد دراوشة من القدس على كل هذه المعلومات. شكرا.